أهلا بكم. تحتوي بلادنا العربية على الكثير من الأشياء الغريبة والمبهرة. رح نحاول من خلال حلقتنا لهالأسبوع نزور بعض العواصم العربية ونتجول بأسواقها للحرف التقليدية وفنادقها الجميلة ونجرب وسائل النقل الغريبة فيها. العالم من حولنا وحلقة جديدة. أهلا بكم من جديد. في بغداد دفع الازدحام المروري الناس البحث عن حلول لتسهيل عملية التنقل ما بين المناطق المختلفة، وأكيد بلدي بيحتوي على نهر أزلي مثل دجلة لابد أنه يفكر باستغلال مجرى النهر للتنقل. سعدون سلطان والتاكسي النهري. على ضفتي النهر العظيم نشأت أعظم الحضارات ورسمت خارطة التاريخ على امتداد جريانه، توأم الفرات وشريان الحياة وقبلة الأنهر ومصبها. إنه نهر دجلة. ما بين دجلة والفرات مساحة من الخصوبة والرزق، حيث اعتمد سكان المنطقة منذ الأزل في كسب قوتهم على ما يدره النهر من رزق، فعملوا في الزراعة والملاحة والصيد. اعتبارنا احنا لازم نتطور بهذا الظرف، لان ازدحامات المرورية وجسور وازدحامات انه سيارات هواية كثرة، فجاء التاكسي النهري وبالذات احنا معبر من الكخل للرصافة صارت وسيلة نقل وهي ترفيهية وسريعة، وسياحة هي وتراث، يعتبر مركز بغداد ومنطقة هنا المتنبي هنا، يعني خط سياحي صار. فهذا الخط احنا نحب نستغلوه بالنقل والسياحة، فنحاول نشجع وزارة النقل والسياحة انه تستثمر هذا الخط وتنميه، لان هذا الخط يعني شلون نقول فشي راقي وحضاري، وناس تجي تترفه وين تروح بدال من هالازدحامات وهالتراكم والسيارات والأغبرة والأتربة والدخان مال سيارات. هنا هو نقي. الأزمة المرورية المتصاعدة في بغداد والتي شلت حركة المدينة وشكلت عبئا إضافيا على أعباء الحياة فيها، دفعت الناس للبحث عن حلول مبتكرة تخفف عنهم العبء وتسهل أمور حياتهم. لذلك جاءت فكرة استغلال نهر دجلة. هذه الفكرة القديمة المتجددة تمثلت بمشروع التاكسي النهري. اكو على اساس صار اكثر من 5 سنين على اساس مشروع الدوله رادت تستثمره، بس للاسف ما اجت استفادت من عندنا احنا كمهنيين وحرفيين، لان احنا نعرف بالنهار واحنا خدمتنا ما يقارب كله، اني صار لي 25 سنه ما بين صياد سمك وما بين يعني نقل من الكخ للرصافه، فاحنا يعني من ضمن خبرتنا يعني بهذا المجال صارت عندنا يعني شلون خلفيه بهالموضوع هذا وبالنقل، فاذا تريد تستفاد الدوله من عندنا يعني هواي نفيدها من خلال السياحه والنقل، ونعرف مناطق اذا كانت فيها ترسبات شلون نقول ترسبات رمليه او مناطق خميجه، فاحنا نقدر نخدم الدوله بها، اضافه انه هاي السياحه وخبرتنا من ضمنها احنا نعرف السباحه والانقاذ، يعني اذا لا سمح الله تعرضوا اي احد مثلا الى مثلا غرق احنا نقدر نطلعهم.
النهر أصبح واقعا ملموسا بالنسبة لسكان بغداد، وربط ما بين شمال المنطقة بجنوبها من مدينة الكاظمية مرورا بالشواكة وصولا إلى مرسى الجادرية. عدد من الزوارق المصممة خصيصا لهذا الغرض بدأت العمل على نقل الركاب، حيث يتسع الزورق الواحد لأربعين راكبا ينتقلون ما بين محطات خاصة بسرعة أكبر وتكلفة أقل. التاكسي النهري احد اداه الوسائل المساعده للناس، حيث اولا شيء ترفيهي، وثاني شيء يعني منطقه عبور من مكان الى اخر بوقت قصير، ويعني وثاني شيء اداه يعني اداه اقتصاديه للبلد، وبي اشياء هواي اشياء حلوه يعني، فالناس قامت تتجه الى هذا الشيء، وانا اعتبر يعني الشيء القديم احسن من الشيء الجديد حاليا، كون البساطه حلوه والجو حلو يعني. يستفيد من هذا المشروع المبتكر شريحة كبيرة من العراقيين كالموظفين والطلاب الذين اختصر عليهم كثيرا من الوقت، ولم يعودوا مجبرين على الانتظار لساعات في الاختناقات المرورية، ففي أقل من نصف ساعة ينقلهم التاكسي النهري من كورنيش الأعظمية شمالا إلى مرسى الجادرية جنوبا. يعتبر التاكسي النهري يعني وسيلة سهلة ورخيصة من ناحية الثمن والمبلغ، يعني هنا الأجواء جميلة واختلاف ثقافات، ناس مثقفة، أي ومكان ما التاكسي 10,000 هنا بألف، وعن نهر وسفينة وتشتم هذا الهواء الطيب. التنقل وسط نهر دجلة يمكن الراكب من التمتع بالمناظر الخلابة على جانبي الكرخ والرصافة، حيث العمران العصري الممتزج بعراقة الأبنية القديمة المتمثلة بحارات بغداد كحقد النصارى والفضل وصولا لشارع حيفا. أما أبرز العوامل المساعدة لنجاح التاكسي النهري كونه يمر تحت عدد من الجسور التي تربط الكرخ بالرصافة على جانبي نهر دجلة. هذه الجسور التي تتجمع حولها طيور النوارس وهي تلتقط طعامها من السياح، وهو ما يضفي صورة جميلة وراحة للذهن. في العاصمة السودانية الخرطوم يفترش بعض الحرفيين الأرض ليصنعوا من خشب الأبانوس منحوتات فنية، وبيستخدموا إلى اليوم أدوات بدائية كان يستخدمها أجدادهم من قبل، ويعتبر هذا الفن ملمحاً بارزاً من المشهد السياحي السوداني. كل التفاصيل مع الزميل محمد أبو العمرين. عام
على رصيف شارع الغابة في العاصمة السودانية الخرطوم، وعلى مقربة من غابة الصمت يقع سوق الغابة الشهير للأناتيك والمنحوتات الخشبية. منذ حوالي 20 عاماً افترش هؤلاء الحرفيون الجنوبيون الأرض في سوق الغابة، يعملون منذ طلوع الشمس في نحت وتشكيل التحف بمختلف أنواعها. أدواتهم بسيطة لا تختلف عن التي استخدمها آباؤهم وأجدادهم منذ مئات السنين لنحت وتشكيل خشب الأبانوس المعروف بقدرته على التشكل والمحافظة لسنوات قادمة دون أن يعتريه أي تغيير. هذه الحرفة الفنية المتوارثة أباً عن جد في قبائل جنوب السودان تعتمد بشكل تام على خشب الأبانوس والزان، والذي يحضرونه من غابات الجنوب، وبعد اندلاع الحرب هناك أصبح من الصعب توفير كميات كبيرة من الخشب. ومع ذلك فإن هذه الحرفة استطاعت تجاوز ظروف الحرب كما تجاوزت تداعيات انفصال الجنوب عن الوطن الأم السودان، ولا تزال تمثل معلما سياحيا بارزا في العاصمة السودانية الخرطوم. والأبانوسة بيجيوا من بابانوسة، ونحن بنشغل بثلاثة الخشب في الأبانوس وعندنا المهوغني وفي التيك وشغلة من نسناه هنا، يعني شغلة سوداني، ما في شغل جاي من البرة مننا، بنشغلوه هنا كلنا. عايزول بيشغل بيده وشغل الانجن له هنا كلها معروف، يعني هاي زول بيشغله معروف، ده شغل فلان والزول ده بيشغل برا، يعني كل الشغل بيختلف، يعني الشغل ما بيشابه حتى العزايات، وشغل كويس والبجونة ناس من البرة، وأكتر ناس اللي قاعد يشغلوا ناس السودان، يعني بيودوا الحدايا البرة. برضو عندنا ناس أخواننا الأمريكيين بيجوا بياخدوا مننا ويودوهم برا. جرانج كول ابن قبيلة النوير، إحدى أكبر قبائل الجنوب، اعتاد العمل على نحت الأبانوس منذ نعومة أظافره، يصنع تحفة أو عكازا انتقلت بفضل مهاراته من أعماق الغابة الإفريقية إلى العواصم العربية والعالمية. شغله طبعا بدري، ما بدا من قريب، يعني وراثه من الجدود، حد يعني وصل عندنا ونحن في المكان، يعني قاعدين في كاي بتاع 18 سنه. طبعا اللي سواها خواجات بيشروا العجاد التماثيل، يعني باب التوف الثاني ده بيشروا، اما الخليجيين بيشروا العصايات والمراكب وحاجات ثانيه. كل زول عنده ينادي عنده المهاي بتاعه اللي بيعجبه يشتريه، يعني بيعجبه. منحوتات الأبانوس هذه تعد ملمحا بارزا في المشهد السياحي السوداني، فهي تجمع بين الأصالة العربية والعمق الإفريقي، وباتت تمثل أحد أوجه الإعلان عن الموروث الثقافي السوداني لما له من خصوصية تلفت انتباه الكثيرين، فهي تحمل رمزيات عديدة للثقافة الجنوبية الإفريقية من جهة، وعلاقتها التاريخية مع الشمال من جهة أخرى، ولا زالت تعبر عنها هذه التحف بوضوح. وإن تم فصل الأرض سياسياً، فإن الموروث الثقافي والاجتماعي لشعب واحد في بلدين أقوى من قرارات السياسة والساسة، فهنا يقف سلاطين القبائل الإفريقية وزوجاتهم ومنحوتات تعبر عن الحياة اليومية في الغابة الاستوائية جنبا إلى جنب مع رموز صحراوية تمثل الشمال السوداني في لوحة فنية تجمع بين الصحراء والغابة. بفتكر إنه ده يعني بيقولوا انعكاس لتلاقح الثقافات، وهم بيشتغلوا يعني رغم انه من اغلبهم من الناس الحرفيين ديل هنا من جنوب السودان وكده، لكن بيشتغلوا حاجات يعني من المنطقه بتاعت الصحراء
كده يعني بتجمع بين الغابة والصحراء والثقافتين يعني افتكر انه حاجة كويسة وبتوري انه يعني ما زالت التلاحم بين الناس والتواصل بيناتهم بالرغم من الانفصال وكده مستمر يعني. انا شخصيا لما نجي هنا ما بشتري اي حاجة فيها خريطة السودان اللي بسميها مقرومة دي او يعني مقطوعة دي يعني، دائما بشتري حاجة السودان الكامل اللي انا يعني بعتز بيه وفي ذاكرتي وفي وجداني يعني. يعتبر هذا السوق الموجود في الهواء الطلق بؤرة جاذبة لآلاف السياح سنوياً، خاصة في فصل الشتاء يدهشهم ما يرونه من سحر الصورة الناطقة من خلال تحف إفريقية الملامح والهواء، تحف ومنحوتات لكل منها قصة تروي حكاية متوارثة عن المفترسات في الغابة أو سلاطين القبائل أو مخلوقات أسطورية نابعة من عقائد دينية قديمة تمثل مادة دسمة لفضول السياح الذين شاهدوا هذه التحف في بعض المعارض العالمية دون أن يسمعوا من صانعيها حكايات وقصصا ارتبطت بها ودون أن يشاهدوها وهي تصنع وتعرض في ذات المكان. تحف ومنحوتات حملت اسم السودان إلى العالم ومع ذلك لم تحظى بشهرة وانتشار بما يتناسب وجمالها وإتقانها، علاوة على أنها يدوية الصنع من مواد طبيعية بالكامل. يعني في تجار بيجوا هنا مثلا عندنا في معارض في أبو ظبي، عندنا في الدوحة، في كان في ألمانيا هناك برضو في بتاع، وفي كينيا في بيجوا بيشتروا تجار بيشتروا بضاعة من هنا وبيقوموا هناك باسم السوداني. يعني شغل شنو؟ شغل سوداني، شغل فريد في نوعه ذاته يعني. المهنة بتاعتنا مقفولة يعني، فإنه يعني العالم كله واصلوا إنه السودان عنده شغل مميز به وكده، لكن مقفولين يعني بجد كده. والله دارين إنه مهنتنا دي العالم كله يعرفه، والسودان في إنه مشكلة إنه في السودان هنا في ناس ما عارفين الحاجات دي. بنظرات مترقبة نحو الأفق ينظر هذا التجسيد لفتاة جنوبية إلى مستقبل تتمناه يعيد السلام إلى قريتها هناك في الجنوب. تقف ومن خلفها ماض عريق لمهنة قل نظيرها استطاعت وهؤلاء تجاوز أزمات وحروب لتبقى هذه الأناتيك ترفض تجسيد أي مشهد من مشاهد الحرب على رغم أنها نابعة من مشاهد الحياة اليومية لأبناء قبائل الجنوب. إلى غزة أقيم فندق سياحي على مساحة دونومين عرف باسم أكواخ البحر، حيث أنه بني على شكل أكواخ قديمة بتطل على البحر واستخدم في بنائها تراب أحمر واستخرج من باطن الأرض. كل التفاصيل مع الزميل سيف السويطي. كثيراً ما يبحث الإنسان عن أماكن تأخذه للماضي والزمن الجميل الملون بالأسود والأبيض بعيداً عن ضجيج الأيام والحداثة في حياتنا اليومية وتلبية لرغبة داخلية وحنين يصيب قلب كل واحد منا.
هنا داخل قرية أكواخ البحر السياحية سنأخذكم في جولة تجمع بين ثنايا مكوناتها فن العمارة القديم. فأمطار قليلة تفصل المكان عن مياه البحر المزرقة ورمال شاطئه الذهبية في إطلالة تعطي لعيون الناظر راحة وسكون للروح. المكان هذا يعني لي في فترة كبيرة أنا فحبيت أن أطوره وأطوره بطريقة بسيطة وطريقة قديمة هيك، طريقة يعني تجذب الناس يكون لها نوعية خاصة، والحمد لله نجحنا فيها. وبدينا في 2009 وافتتحناه في 2010 هذا المشروع. المشروع طبعا بتكون من صالتين كبار، طبعا صالة بتاخذ 70 شخص تقريبا، وعندنا صالة تانية بتاخذ 30 شخص تقريبا. الفندق ذو المكان السياحي الذي لا تتجاوز مساحته الدونمين يحمل شكلاً مختلفاً عن باقي الفنادق السياحية المتعارف عليها في عالمنا، فكل شيء هنا صمم بعناية ودقة وبساطة وبمجسمات هندسية متنوعة ومختلفة. هنا شفنا إشي جديد، إشي مميز، إشي يعني سراديب بقوله بتمشي فيها بتطلعك على كوخ تاني، إشي حلو، أعداد حلوة. بعدين البحر عندك هو الإشي الأحلى وأحلى في المكان، يعني عامل جو جميل ومعطي للمكان كمان شو بدي أقول لك، يعني معطي قيمة أكتر. أنا شفت على جوجل وطلعت على الفيس بعرضهم مناظر كتير حلوة في المكان، بس ما كنتش بعرف إنه المكان رائع بهذه الصفة هذه يعني، والقعدة حلوة. فمن أعماق الأرض إلى سطحها استخرج الطين الأحمر، وهو إحدى مواد العمارة والتشييد القديم المستخدم في بناء هذه الأكواخ والأشكال لتميزها باللزوجة ولونها الصافي، إضافة إلى أنها باردة صيفاً ودافئة شتاءً. إحنا مكونات الطينة اللي استخدمنا للبناء كنا نستخدم الطينة طبعاً طبيعية، طينة كل طينة، كنا نحط عليها حاجات قليلة من الشمنت، نحط عليها التبن ونليسها تليس، لأنه الشمنت نحطه الحاجة القليلة هذا بتمنع المطر يخليها تسيح، لأن لو بدون الاسمنت بدها تتاكل، فكانت سهلت يعني الأمور، يعني كانت تصمد أكثر من سنة سنتين ثلاثة، وكل 4-5 سنين بنجددها يعني بالليس ثاني وبنعملها صيانة. داخل المكان تبدو وكأنك خارج الزمان والواقع، فالمجسمات التراثية والقديمة حاضرة هنا، مثل الفناجين وصبابات القهوة والأواني الفخارية، والتي جميعها ترمز للعروبة والأصالة، كما رمز البداوة سفينة الصحراء الجمل الشامخ على بوابة الفندق. وأما عن تسمية الفندق بأكواخ البحر، فغرفه الفندقية تأخذ منح الكوخ في الشكل الخارجي لها، وأبوابها مصنوعة من أخشاب الأشجار المرصوصة ببعضها البعض، إضافة لقاعتين للاحتفالات والمناسبات تأخذان في شكلهما مجسم سمكة القرش، إضافة لساحة من الأرض الخضراء مكسوة بريش النخيل تطل على شاطئ البحر. منتجع أكواخ البحر يعني أكواخ، الكوخ لازم يكون كمان من الطينة، يعني كلمة كوخ جاية من الطينة، فهذا اللي خلانا نسميه كمان أكواخ، وعدة أكواخ احنا عاملين، يعني السمكة بنعملها على شكل كوخ، البكرج برضو كذا، الجمل بنعمل على شكل كوخ، كله من الطينة، فكلها أكواخ وجمعت. الأشكال هي اللي بتجذبك، يعني بتقدر أنت عشانها طينة تقدر تشكل اللي بدك إياه.
تفرجنا على أنا يعني أول ما استهجنت الشيء يعني قلت معقول أخواخ ويرجعنا لبيت ست اللي عملوه في غزة ونظام الإشي القديم. بس هنا المكان لقيته أروع يعني إشي البحر ومناظر حلوة طبيعية إشي حلو حلو. ولأن كل شيء هنا مصنوع من الطبيعة والبساطة في البناء كان لابد أن يكون الطعام المقدم للزائرين هنا من وحي الطبيعة والبحر، فالأسماك والمأكولات البحرية هي الوجبة الرئيسية داخل فندق الأكواخ. احنا الحين عندنا المكان في مطعم، المطعم موجود على البحر، ما دامه على البحر لازم يكون اجود شيء الاسماك، لان من البحر على طول رئيسا. فاحنا بنقدم الاسماك بطريقه زي ما تفننا في عمل منتجع، تفننا في تقديم الطعام، كله نوعيات ما بتقدمش ولا في مطعم. اللي احنا بتقدم عندنا صعب يطلبوه في اي مطعم. هذا الفندق الطيني يعد الأول في فلسطين من حيث البناء وجماليات الحداثة وروعة الماضي، حيث السكون والحياة البعيدة عن التوترات ومشاكل العصر، لتعيش في حياة تستعيد بها حكايات الآباء والأجداد عن الأرض والأكواخ وبيوت الطين. لهون بكون وصلت حلقتنا للنهاية، بودعكم على أمل أني ألتقي فيكم الأسبوع الجاي بنفس التوقيت. إلى اللقاء.